طيب خلينا نبلش بالشيء الأساسي بكل بيت، كيف لازم يتم ترتيبه من أول ما نفوت من مدخل البيت، لا لا يعني لأصغر قرنة أو ركن موجود بالبيت نحن لازم ننظمه لحتى يكون في مسار للطاقة بشكل صحيح. تمام. هلا اول شيء خلينا نبلش بغرفه الصالون. طبعا في نقطه كثير مهمه هون نهتم فيها، انه تكون الجهات المكاتب عن او الفراغات المعماريه، في عندنا مصدرين كثير مهمين بالطاقه نحن ناخذهم بعين الاعتبار، اللي هو المجال المغناطيسي الارضي بيكون من الجنوب للشمال، وفي عندنا الشمس. طبعا نحن عندنا بموقعنا بسوريا الاغلب اوقات النهار بتكون بجهه الجنوب، لهيك يفضل الصالون ومكتب العمل اللي هلا حكينا فيه انه يكون بجهه الجنوب، بتكون الطاقة فيه عالية، بيشحن الأفراد في طاقتهم ببداية نهارهم حتى ينطلقوا على عملهم أو إن كان مكتب العمل عندهم. طبعا بالصالون في عدة نقاط مفيدة وفي عدة نقاط ممكن نحن نتجنبها لحتى تكون طاقة المكان جيدة، ويكون في اندماج بين الأمواج الكهرومغناطيسية المحيطة بالمحيط بالإضافة للأمواج الكهرومغناطيسية المحيطة بالأفراد. بالصالون يفضل أنه ما يكون التلفزيون بيشغل نقطة مركزية، ممكن يكون ما يكون نقطة كتير هامة بالصالون لحتى يكون التواصل بين الأفراد بشكل جيد. كمان بالصالون ضروري أنه إذا كان الصالون ممكن بعيد عن المدخل، ممكن يكون الإنارة حتى بشكل أنه تكون أول ما ندخل على المنزل تكون إنارة جيدة بتدل على أنه نروح على الصالون لحتى تكون علاقات أسرية تكون بشكل جيد. بالصالون كمان ممكن ناحل التلفزيون او الاجهزه الكهربائيه بنهتم انه مثلا نحط نباتات، هي كلها بتسحب الطاقه السلبيه. تمام.